فيلمنا اليوم كيبدا بواحد العالمه الفضاء سميتها هيكيت كتراقب النجوم تشفت واحد الاكتشاف مهم بزاف وعيطات الفريق اللي خدام معاها ومعاهم دكتور ميندي باش توريهم الاكتشاف ديالها واللي هو عباره عن حجره مسركله في الفلك ومني داروا حسابهم بقاو باللي اخر مره قرب شي مذنب من الشمس بحال هكا كان قبل ما يكون شي واحد فوق الارض قرنوا زماره هذه دكتور ميندي زاد تعمق شويه في الحسابات وحسب السرعه والمدار والاتجاه ديالها ولقى باللي هاد الحجره جايه قاصد الارض نيشان تبت بلاصتو واحد اللحظه وقال لعشرين اللي خدامين معاه يمشيو بحالاتهم وبقاو وكيت مصدومين بداكشي اللي قدر يوقع هز التليفون عيط للمديره ديالو واللي دوزات ليه تيدي رئيس مكتب تنسيق الدفاع الخاص بالكواكب وقال لي باللي شي مذنب اللي هو الحجره جاي فاصل الكره الارضيه والعرض ديالو 15 كيلومتر وباللي غيدمر الكره الارضيه من بعد 6 شهور و14 يوم وغتكون سبب في انقراض البشر من كوكب الارض تيدي قال لي دابا تجي المطار وبالخف تجي لواشنطن لدرجه صيفطوا لهم طياره حربيه يجيو فيها ومن تما مشاو للبيت الابيض باش يشرحوا فصفصل رئيسه الولايات المتحده الامريكيه باللي كاينه واحد الحجره قاصده الارض وغتكون سبب في انقراض البشر من الكوكب الله يحضر السلامه وصافي ومجبدين يتسناو واحد المده ومن دخلت الرئيسه مشات نيشان دخلت البيرو ديالها وخلاتهم بلاكه وخاصنا نعرفوا باللي الموضوع اللي جاو عليه حساس بزاف وخاص تكون عنده اولويه وجلسوا تسناو شويه راه الرئيس ديال الليل وجاب معاه جيس رئيس الاركان قال لهم باللي الاجتماع مع الرئيسه غيتاجل حتى الغد واضطروا باش يدوزوا الليله ديالهم في لوطيل كلشي خالص على حسابهم جا الصباح ومن بعد تلاقاو مع الرئيسه جين وقالوا ليها باللي واحد المذنب قاصد لها ومن بعد 6 شهور و14 يوم غادي يشتتها ايوا الدكتور ميندي جبد العلم ديالو بدا يشرح لها التفاصيل اللي قدروا يوقعوا وباللي 78% هادشي يقدر يوقع الرئيسه قالت لها الموضوع خاصو التفكير وبلا 78% راه كي والو وتدخل جيسون وقال لهم بلا تلا طاح غيطيح في البحر وسال الفيلم مولي البيت الابيض ما تمزكوش ليهم وما عطاوش اهميه للموضوع وما حسوش بداكشي اللي يقدر يوقع وسولاتهم الرئيسه في الاخر على شنو المطلوب منها زعما وباش غتقدر تفيدهم تيدي جاوبها وقال لها اللي ضروري يتحركوا دابا وصيفطوا طيارات فيها صواريخ نوويه باش يبدلوا اتجاه المذنب على الارض لا بغاو يتجنبوا كارثه انسانيه قالت لي الرئيسه يتسناو شي 3 سيمانات بعدا كيتعصبت لان موضوع بهذا الاهميه واخدينه باستهتار وقلت مسؤوليه عندي حتى هو نقص بغى يتفرقع عليه واحد شويه ويجي حتى لهدا وقالت لي بلي راه كلشي تحت السيطره وما يخمم في حتى شي حاجه انت هي راه غادا تصرف وقالوا ليهم بلي هذا الشيء ما راه خصو يبقى سري وبلا حتى حد ما خصو يعرف شي حاجه على هادشي ولكن تيدي بدا يفكر كيفاش يفرقع الرمانه وقال لهم باش يعيطوا لشي صحافي يسرسروا لي هادشي كامل باش دير بهم وديك الساعه البيت الابيض غيتدخل في اقرب وقت ومشاو عند اقرب مقر للصحافه وعاودوا لهم البلان كامل على المذنب وطلبت منهم يدوزوا في واحد البرنامج تلفزيوني قبل ما يتكتب المقال باش الموضوع يدير نيت بوم ديال بصح قبلوا الفكره وبداو يوجدوا فيه والدكتور ميندي خذا الكالمون ديالو وغسل وجهه ولادو ديك الساعه متبعي البرنامج من التلفازه بدات المقابله وميندي بدا يشرح ليهم بلي راه واحد المذنب جاي للارض وبلي الحجم ديالو كبير ويلا مشات هاد الحجره تضربات الارض غادا تفرسيتها كامله غلا يحد الباس وصافي المذيع بدا يضحك وقال لي الله ودي طيح على صاحبتي القديمه ونتهنى منه وقلب مع المذيع ضحك وبقاو طالقينها ومسوقينش الموضوع تدخلت كيت وقالت لهم بالله هاد المذنب راه يقدر يكون سبب في نهايه البشريه وباللي هادشي اللي كيضحكوا دابا راه غادي يهجروه من بعد وطلع لها الدم المقابله وخرجات وخلاته والمذيع وتقول واش بغى يحشم حيت مازال ما حس بالحامض بالحقيقه ديال المذنب وميندي ديك الساعه ما يسحبش لي بلا بنادم ما غيتسوقش لهاد الدرجه صافي في قل من 5 دقائق سال البرنامج وميندي باقي باغي يناقش الموضوع ولكن البرنامج سال في 5 دقائق لقى بان نسبه المشاهده نقصت بزاف في الفقره ديالو حتى واحد مسوق الاخبار العلميه وبلي المشاهدين باغي غير داكشي ديال الضحك والتفاهه صافي ودخلوا شوفوا الاحصائيات ديال الفقره ديالهم وبلي الناس كانوا غير مطلعين عليهم كاين اللي طلع على كيت من تعصبت وكاين اللي غير عجبو ميندي وان المقال مرقاش للتطلعات ديالو حتى حد ما باغي يعرف ان نهايه العالم قربت ومن غير ان الدكتوره غوزلين رئيسه النازا نفات هاد فيلم كامل ينيض عليه الروين ميندي قال لهم بلي راه غوزلين خدامه في البيت الابيض وبلي غتجي من جهتهم واخا ما نعرف شنو يوقع وهي اللي غتكون عاقبه في طريقهم وكيت بدات كتفقد الامل حتى ما بغيت يقهم وحنت بقى ليهم ماكسيموم 6 شهور و10 ايام دكتور ميندي ناض عند كيت وبغى يخفف عليها شويه دازت ايامات والشعبيه ديال رئيس امريكان بدات كطيح والشعب بدا يطالب باش ما تبقاش في بلاصتها والدكتور ميندي شدوا ليه في بياي في دارو كيت شدوها في المدينه وتيدي حتى هو ما زقلاتوش الصمته بسبب انهم خرجوا اخبار قوميه وخالفوا اوامر الرئيس وجمعوهم وداوهم للبيت الابيض باش يتلاقاو ثاني مع جيني وقالت لهم باللي مني درسوا مزيان القضيه ديال المذنب لقاو باللي نيت بصح قاصد الارض وباللي خصهم يتدخلوا في اقرب وقت كيت جاوبتها وقالت لها تحماضة القضيه هذا معيطه تطاحت الشعبيه ديالك وباغا تصور على ظهرنا الشعب غيسول علاش ما تحركتوش شحال وبلي هادشي يقدروا يتبعوه بزاف ديال الاستقالات اللي كانوا سبب في تاخير القرار ودخول الحمام ماشي بحال اللي حصل كيود الرئيسه معها كانت باغا تفك القضيه خرجات بيا الرسمي صدق على الهضره ديال ميندي وديال كيت وقالت بلي المذنب بقى ليه غير 5 شهور ويوصل وباللي غيحاولوا يفجروه بمكوكات فضائيه فيها صواريخ نوويه باش يحاولوا يعتقوا الارض من هذا المذنب
وباللي هاد البطل القومي هذا غيغامر بحياته في سبيل البشريه. هادشي كامل غير حنت الرئيس كيعجبوه الابطال في الحكايه. دكتور ميندي تشهر بزاف وبداو يستضيفوه بزاف البرامج وتصويرته ولات في كاع المجالات وعاد بداو يعطيو اهميه لهاد الحجره. ودازت ايامات جا وقت باش تلقوا المكوكات الفضائيه. جوقت الدنيا بوسائل الاعلام باش يدوزوا الاخبار ديال اكبر عمليه انقاذ الكره الارضيه. وميندي وكيت كانوا ديك الساعه في اجتماع مع الرئيس باش يتفرجوا في عمليه الاطلاق بامر منها. وكان معهم بيتر مول اكبر شركه تليفونات حديثه واللي هو اكبر متبرع الحمله ديال الرئيس الجيني، وداكشي علاش عنده الحق باش يحضر لهاد العمليه. فوق صاحبي وصافي قلعوا المكوكات الفضائيه لانقاذ البشريه. ولكن شويه غتبان غيروا الطريق ديالهم ورجعوا، ولكن حتى واحد ما فهم علاش. طلع الكرمه نزل شكون قالها له. الاطر اللي كانوا مقابلين هاد العمليه حتى واحد فيهم ما جابش يخوا. ميندي وكيت وميندي كانوا مريحين في واحد البيت يديو يجيبوا باش يحاولوا يفهموا شنو هادشي اللي يقدر يكون وقع. بقاو داوين في الخاوي حتى واحد ما عارفش الواقع بالضبط. تجي عندهم جيسون وقال ميندي بلي راك وليتي المستشار العلمي الاعلى للبيت الابيض، ودابا يزيد مع الاجتماع طارئ مع الرئيس. ومول التليفونات بيتر كان هو القائد ديال الاجتماع وقال لهم بلي هو اللي الغط على الاولى ديال المكوكه وبلي هادشي بموافقه الرئيس الجيني. وعلاش اسيدي؟ حيت الفريق العلمي ديال بيتر كاشف بان المذنب اللي جاي عندنا بزاف ديال المكونات معدنيه نادره وتقدر تحل مشاكل الكره الارضيه كامله. انه قرر يستافد من المذنب عوض ما يفرقعوا، انهم غادي يصيفطوا شي مركبات صغار لهذاك المذنب ويزرعوا فيه شي قنابل باش يفرتو، ومن بعد هاد المركبات نيت غتوجه منه شي طريفات الكره الارضيه وما غيكون عندهم حتى شي تاثير على الله. تبارك الله وخلاص عليك السي بيتر. وتعمق لهم في الشرح مزيان ديال هاد المركبات كيفاش غتخدم وكيفاش غتقدر انها توجه هاد الحجر للكره الارضيه زعما بلان مسوقر صافي. وقال لهم باللي كاع المعادن اللي غيلقاوها غدير ثوره في عالم التكنولوجيا وغتعاونهم في حل مشاكل العالم من فقر وجهد. بيتر واثق من هادشي. مني سالا وعاود ميندي لتيدي وكيد داكشي اللي طرف الجيم وقال لهم بلي البلان يقدر ينجح ويعتق الكره الارضيه وباللي الكره دابا عند بيتر هو اللي مكلف بالمهم. ولكن كيتبان لها بلي الطمع ديال الرئيسه هو السبب في الغاء المهم واللي ما كيهمهاش الصالح العام وانما باغا دير العاقه وبلي هذه مغامره كبيره غياخذوا. سربايا كانت طالقه ودنيا وسمعتهم داوي وطلبات منهم يفسروا لها شنو واقع حيت كمواطنين من حقهم يعرفوا شنو كاين. وكاع الناس اللي كانوا مريحين في القهوه كانوا جارين معاهم العشره وتا هما كانوا كيتسناوهم باش يفسروا لهم. ومني شافوا راسهم ما عندهم فين عليه ناضت كيت وقالت لهم بلي الرئيسه قررت تخلي المدن بيضرب الارض وباللي ما مسوقاش لحياتهم وباغين غيديروا العاقه مورا المعادن اللي قدروا يلقاو في المذنب وباللي غيضحيو بهم باش يديروا الفلوس. الخبر دارت بوم ونضت الروينه قدام البيت الابيض وفما مشيتي صحاب الحسنات ديما موجودين. كيت شدات باش ما عمرها تبقى تعاود داكشي اللي وقع، عطاو تسني واحد العقد باش ما تعاود حتى شي واحد داكشي اللي عارف ويلا مشات تا عاوداتو يتهموها بالخيانه العظمى. قرات من بعد مشى عند عائلتها تريح معاهم شويه ولكن ما بغاوش يدخلوها وقالوا لها بلا هما متفقين مع الرئيسه باش يستافدوا من المذنب انه ما قابلينهاش تدخل عندهم لانها كتعارض الفكره ديالها. خلاوها تدخل تشرب كاس ديالها تي يهودي ولد العبد. ومن جهه اخرى الدكتور ميندي كان مؤيد الفكره ديال الرئيس وعجبه بزاف ان على حسب ما كيقول غتكون احسن بالنسبه للعالم والميريكان وكان كيدير حملات اعلانيه لتشجيع قراراتها في نفس الوقت عايش مزيان. بالليل رجع للدار هو وصحيبته اول يدوز شي ليله زاهيه مع شعل الضو لقمرته مريحه في الصاله ويكرم بلاصه بدات تقول بلا كانت حاسب شي حاجه واقعه مورا ظهرها وبلا ماشي مشكل حتى هو ما يستاهلها وبلي رجال هما هادو ما فيهم ثقه. واحد شويه خلاتهم مشات دخلت الحمام وجبدات كاع الدوايات ديالو وجابتهم معاها وبدات تقول ليها باش عقل على اوقات الادويه اللي غتبدا تعطي لان ضروري خاصو ولا ما غيكونش في حالته الطبيعيه حيت شبعان امراض وشبعان هم ومشاكل. ملي كملات بدات تشير عليه بالادويه ومشات بحالاتها. دازت ايامات ومشى ميندي مع الجيني يشوفوا اول مركبه صنعها بيتر اللي غطلع تفرتت المدن. وبيتر كان فرحان باول وحده تصايبت لانقاذ البشريه وبدا يتبعصص عليهم على داكشي اللي قدر يوصل وبدا يسول فيه ميندي على نسبه نجاح القضيه لان كاع هذوك اللي كيتيق فيهم باش يعاونوا في التصاويب ديالها رفضوا من المشروع بان العالم كامل متوقف على نسبه نجاح هذا العمل. بيتر تقلق من الهضره ديالو وجاوبوا باللي كل حاجه شاده طريقها باللي كل شيء دايز على تحت يدي وان جميع الاحتمالات معروفه كما عارف بزاف عليك وعلى عائلتك وعارف حتى طريقه الموت ديالك واهم حاجه هي انك غتموت وحيد وممل. وقال لي باللي راه عنده بزاف ما يتقدر ووقته ما غيضيعوش مع واحد بهالو. الدكتور ميندي بقى كيدور في عيني ما فهم والو وكيت حياته تبدلات وما بقات مسوقه لتا حاجه وعارفه باللي النهايه قربات وما بقاش لها غير 25 يوم وباللي ما بقى عندهم حتى شي امل في الحياه. وميندي مازال كياكد بلي الفكره ديال بيتر غتعاون الكره الارضيه وبدا يطمن الشعب بلي راه كلشي غادي وفق الخطه. مودي قطعو قال لي بلي راه كاينين شي ناس ما متيقينش هاد القضيه ديال المذنب كاع. ميندي تفرقع عليه وجبد ليه قديم وجديد قال لي بلي الناس غا كتهرطق وما مسوقينش الكارثه اللي جايه وبلي ما بقى لهم والو ويموتوا وبلي المذنب راه جاي قاصد الارض فعلا وقال لي ما بغى يجمع سروال وقال لكاع الناس اللي ما متيقينوش انه شاف المذنب بعينيه في السوق ولكن الناس مازال ما بغاتش وتفرقع عليهم ديال بصح. زيد عليها المشروع ديال والو اللي دايرو بيتر وجيني اللي تفافى معاهم ياكل الزلاف واللي اعترض على شي حاجه يطيروه وبلي بيتر والرئيسه دايرين هادشي غير على قبل الفلوس. واحد لقيتها فقدها صافي وقال لهم بلي رئيسه الولايات المتحده الامريكيه كذابه وانانيه وباغا غا مصالحها الشخصيه باش تزيد الثروه ديالها واللي ما غتصرف منها حتى ريال بسبب المذنب. وهضرت على راسه وقال بلي عيا
وكل ما باغي هو يرجع يسكن مع مرتو وولدو ويكمل معاهم حياته. ولكن مع الخرجه ديال القناه شدوه وحبسوه باش يتلاقى مع اي وسيله اعلام كما وقع مع كيت. سين العقد ديالو تلقوه بالليل وما تلقاش الطريق عند مرتو. لا وعسى تسمح لي على داكشي اللي شافت. ولكن في الطريق بان لي بحال المذنب بدا يبان في السماء ونزل من طوموبيلته هو والناس اللي تما باش يعرفوا شنو واقع. وعيط لكيت وقال له بالله هذا اكبر دليل على ان المذنب. قال له بلي ضروري خاص يتلاقاو. واحد شويه تلاقى معاه بالفعل وداروا واحد اللايف كيترجعوا فيه للناس ديال العالم كامل باش يشوفوا في السماء ويتاكدوا من قضيه المذنب. ودارت واحد الحمله سماتها شوف الفوق باش كاع الناس يتاكدوا من البلان. وهاد العيالات الله يهديهم ناضت جيني الرئيسه حتى هي دارت حمله اخرى وسماتها شوف لتحت وقالت بلي الهدف ديال دوك الجوج هو يدهشروا الناس وطار لهم الفرخ وبلي هضرتهم ما عندها حتى علاقه بالواقع وبلي المذنب راه باقي بعيد بزاف باش يوصل الكره الارضيه ولا زربة على صلاح. الشعب تقسم على جوج هل اللي مع كيتو ميندي واللي كيقولوا بلي راه خاصهم يتدخلوا دابا ولا غتكون نهايه العالم وهل اللي مع الرئيسه اللي كيقولوا بلي ميندي راه داب ونصاب وباغي غير العاقه قضيه كبرات ووصلت للدول اللي معارض اللي باغي. هاد ما جات روسيا قرات انها تصيفط مكوك فضائي شتت المذنب تقدر تكون هي امل البشريه ولكن الميريكان ما معاهمش اللعب دغيا فرقعوا البلاصه اللي غيطير منها المكوك وتبخرات معاه امل البشريه من غير بيتر اللي باغي يستفد من المذنب ويتلعق منه. الوقت بدا يدوز والمذنب بدا يقرب للارض لدرجه ولا يبان في السماء. بداو المظاهرات ثاني على الرئيس غير تما جات الوقيته اللي غيطلقوا فيها المركبات ديال بيتر للفضاء. كلشي كان حاضر جيني وبيتر وجيسون في مركز الاطلاق باش يقابلوا البلان ديالهم كينجح. وجيني بغات تعرف تنبؤات بيتر على طريقه الموت ديالها كما تنبأ زعما بطريقه الموت ديال مين. قال لها بلا شي كائن غريب ما عندش مول اصل غادي ياكل وهي ما فهمتش البلان وتانا معاه في الصراحه. المهم شي بروغرام في التليفون هو اللي طلع عليها القضيه وهم يقلبوا 6 9 وكملوا الفراجه في الخطه ديالهم. في الوقت اللي العالم كامل كان مشغول بهذا الحدث ميندي وكيت وصحيبه مشاو للسوبر مارشي باش يتقداو لشي غديوه مجموعين ومشاو عند ميندي للدار. والدكتور ميندي كان هز في يديه ورده باش يتسامح مع مرتو على الخيانه ديالو. بقى واقف قدام الدار كيداوي فيها شويه وقال لها بلي اخر الوقت ديالو باغي يدوزو معاه ومع ولادو وحبابو. في الاخر سمحات ليه باش يدخل ودخلو ريحو وصيبو عشيوه ودوزو وقيته زوين ديكونيكطاو من العالم الخارجي نهائي بحال حتى حاجه ما وقع حتى من الشرجم سدو الدكتور ميندي. في هذيك اللحظه بالضبط تلقات مركبات بيطا في السماء يلا غادي نطالعين بالسلامه واحد جوج تفرقعوا بسبب شي خطا وقع فيه والعالم كامل كيتسنى باش الخطه تصدق. وفعلا وصلت المركبات المذنب وبدات كتزرع فيه القنابل. واحد شويه بان بحال المركبات بدات كتفرقع ما استحملاتش المذنب ولا بيتر ضرب شي بريكول مع الشين مني شاف القضيه حماضه هو ينوض يخوي وبالخف تبعاتو تجيني الرئيس هما يديروها وواحد اخر يوحل فيها. والقيامه ناضت في المركز وكلشي ناض يقلب على احبابه لان النهايه ما بقى لها والو. جيني وبيتر سلتو في واحد الطياره غادي لمركبه فضائيه خاصه والرئيسه اتصلت بميندي وقالت لي بلي الخطه ديالهم فشلت وباللي كان عنده الحق وباللي المركبه اللي راكبه فيها دابا كانت هي الخطه البديله وكتهز 2000 واحد غيخويو الكره الارضيه ديروا شي حياه اخرى في شي كوكب اخر. وعرضت عليه جوج بلايص باش يمشي معاهم ويزيد كاع شي حد لبغ على وجه داكشي اللي دوز معاه على وجه الطعام اللي تشاركوا بغات دير معاه هاد المزيان. ولكن الدكتور ميندي من بعد ما دور في راسو ما بغاش وقال لها بلي كلشي عنده هاد الساعه عائلته وصحابه وولادو وباش ما عمرها تنسى انها هي السبب في هاد الكارثه وقطع شويه وهي تفكر بلا ولدها نساتو في المركز وهربات. اما الدكتور ميندي رجع يريح مع عائلته وصحابه وبداو يصليو الصلاه ديالهم ويعودوا على الذكريات ديالهم. والمذنب دار خدمته وضرب الكره الارضيه وشتتها وانقرضت الحياه البشريه للابد وهادشي كامل بسبب الخطه الفاشله ديال بيتر والرئيسه جين اللي فضلوا العاقه والثروه على حساب البشريه. واحد شويه ويتبان المركبه ديالهم اللي فيها 2000 محظوظ من الكره الارضيه خشيين في قراعي ديال التجميد حتى يلقاو ليهم شي كوكب فيه الحياه. فعلا 40 عام من بعد لقاو واحد الكوكب فيه الحياه وكاع اللي كان مجمد في الكوكبه هبط تما وكان كيشبه شويه للارض. وجيني لقات قدامه واحد الحيوان زوين ما عمرها شافت بحاله مع قربت حداه هو يشد من راسها وكانوا منه بزاف في هاد البلاصه وهادو تا هما غياخذوا حقهم. كانت النهايه ديال الحياه البشريه